في مدينة سطات الصغيرة وسط المغرب تعيش بطلة قصتنا غير العادية، امرأة حققت التميز من أضيق زوايا، فنصف الحياة حلم ونصف الآخر حقيقة كما يقال. بطلتنا فقدت نور البصر فتفتقت بصيرتها نورا وعيونا مبصرة. لا يمكن أن تعرف أن نورية مكفوفة لأنها تحدت نفسها وأعلنت عن وجود مشرف ومميز في الرياضة والمحاماة والزواج والأمومة. محمد العرب ينقل لنا كيف تعيش بطلتنا المكفوفة، وتابع. تقاتل خصما لا تراه، تهاجم وتدافع ضد أشباح يتوارون خلف ظلمة عينيها. إنها البطلة المغربية المكفوفة نورية، حاملة الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه. جد مسالمة، جد قابلة لأي ملاحظة تقول لها كتقبلها بحصد الرهب، في حين أن هي تقول لي، كنقول لها أنا كنكون تندير التدريب، تنقول لها شوف فيا، كنمسى تنقول لها شوف فيا، كتقول لي أستاذ ما تنشوفش أنا، أنا هي تنسمع وتنفذ. نورية لا ترى ضربات خصمها الهجومية ولا مواقع تسديد ضرباتها الدفاعية، لكنها تشعر بحركات خصومها، أو لعلها تراهم بقلبها، أو تسمع صوت اختراقهم للفراغ بقربها، احتمالات تجيب عنها بنفسها. كيكون الخصم أمام الخصم دياله، يعني كيشوف له الضربات يعني في الأعين دياله، يعني انا ما عنديش العينين باش غادي نشوف الضربات، ولكن عندي داك الاحساس القوي اللي تنمى معايا في السنين واللي استغرب فيها المدرب ديالي. ولان للعمر احكامه، انتقلت نورية الى تدريب الاطفال في احدى صالات الرياضة في مدينتها سطات بدلا من التدريب الشخصي. ولان الرفقة الطيبة تزيد القوة والعطاء، كان أقرب جمهورها إليها زوجها الكفيف وأطفالها الأربعة. كنت أول امرأة في مدينة سيدي كتمارس الرياضة، وكتمارس يعني ديك الرياضة الكاراتيه، لأن كانت غير هي، وكنت كنتلقى زاك يقولوا زعما مع مدينة صغيرة ومعروفة وهذا، كيفاش مرأة كتمارس الرياضة، كيفاش مرأة، لدرجة بداو كيقولوا لي زوجة بريسلي. نورية البطلة الوحيدة في العالم التي تمارس رياضة الكاراتيه العنيفة رغم كفافها. رافقونا لنتعرف على الشق الإنساني في حياتها. في بيتها هي ربة بيت مميزة، تنظف وتطبخ وتصنع طبق الكسكس التقليدي الذي تفشل في إتقانه الكثير من النساء، ولها في إتقان الطبخ فلسفة أيضا. الناس كيقولوا عينك ميزانك، انا عندي الاحساس، يعني انا ميزاني هو الاحساس ديال يديا. تعاملها مع السكين ونجاحها في تمرير الخيط من ثقب الإبرة، واعتناؤها بزوجها واطفالها وضيوفها، انستنا اننا نتعامل مع امرأة كفيفة. نورية الزوجة كتلقاها في كل وقت، كل وقت تطلبتي على شي حاجه كتلقاها موجوده هي، ولو يكون لك شي على حساب الصحه ديالها، كتقوم بجميع الاعمال ديالها المنزليه ولا حتى الاعمال الخارجيه. نورية الام ولادها الحمد لله كلهم فواحد الصحه مزيانه، كترد لهم البال، كتهلا فيهم. نورية على وشك اكمال دراستها للقانون، وتجيد استخدام الكمبيوتر ببراعه، وتصر على إكمال مشوارها الأكاديمي رغم ما تواجهه من مصاعب ومتطلبات حياة لا ترحم من لا يراها. من حيث ولدتهم يعني كان نراقب وكنسول الطبيب أول حاجة على العينين ديالهم، لأن يعني أنا كفيفة والأب ديالهم كفيف، كيقول لي سالمين، يعني كتكون الفرحة ديالي الكبرى. ولأن الأمومة أعظم هبة خص الله بها النساء، ولأن قلب الأم مدرسة الطفل، تقول نورية باباهم مكفوف وماماهم باباهم مكفوف وماماهم مكفوفة، يعني كيفاش غادي يكونوا مع الأطفال داخل المدرسة. كنت كنراعي لذاك الإحساس، كنت كنقول بلاش ما نمشي للمدرسة باش ما نحرجش الأبناء ديالي، لا كانوا كيتحرجوا من هذه المسألة، ولكن كان العكس، كي قالوها لي ولادي كيقولوا لي أجي معنا وهذا، في المرة الأولى والله إلا بكيت بالفرحة، كنعنق ولادي.
نورية لا تمتلك من نصيب اسمها إلا نور العلم والأمومة والتميز، فالظلام الذي يلف حياتها انعكس نورا على فلذات كبدها، أدامها الله لهم مصباحا ينير لهم دروب المستقبل. لبرنامج MBC في أسبوع، محمد العرب، مدينة سطات المغربية.